المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات الليلة. سداف والزورق العسكري، تطور في الحرب المصرية على الإرهاب، وستة قتلى في مواجهات عيد الفطر بين الأمن ومؤيدي الإخوان. الرئيس الأمريكي يؤكد مع الوزير السعودي على الشراكة بين البلدين وترحيب مشترك بالاتفاق مع طهران. لم يعد لدى الأمن المصري من شك في أن المجموعات المسلحة الإرهابية في سيناء تلقت دعما بالتدريب والسلاح غير المسبوق. الأحداث الأمنية الأخيرة تثبت أن تحولا نوعيا طرأ في العمليات العسكرية ضد القوات المصرية وفي عمليات الاغتيال والتفجير. هذا التطور العسكري للإرهابيين في مصر يضع البلاد أمام تحد لم تختبره من قبل، ذلك أن الأمر لم يعد يقتصر على هجمات بالأسلحة الرشاشة لمجموعة من الخارجين على القانون، بل تعداه إلى مجموعات منظمة وتنظيمات ذات بعد إقليمي وتحظى بدعم من خارج الحدود. وباتت تلك التنظيمات تملك صواريخ موجهة ومواد متفجرة متطورة. التحول الخطير في مستوى الهجمات الإرهابية في مصر محور النقاش في ملفنا الأول في المسائية، بينما نناقش في الملف الثاني أبعاد زيارة وزير الخارجية السعودية إلى واشنطن وقلق الرياض من أي تعاون سياسي بين واشنطن وطهران في حل قضايا المنطقة الساخنة واستثمار الأجواء الإيجابية لاتفاق فيينا النووي. لكن قبل أن نناقش ملفي المسائية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان الشعبية يحاصران عناصر القاعدة في جولة مطار عدن الدولي. كما أفاد مراسل الميادين بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي والجيش اليمني على مشارف حي التوهي والمعلى في عدن. مراسلنا أكد أيضا استمرار المعارك في حي خور مكسر، يأتي ذلك بعدما أعلن نائب الرئيس اليمني المعين خالد بحاح تحرير المدينة على حد تعبيره. قال معاون وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد الليان أن طهران ترحب دائما بعلاقات متميزة مع دول المنطقة والجوار، وتأمل أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية بعد الاتفاق النووي. عبد الليان أضاف أن العلاقات المستقرة مع دول المنطقة والجوار من أولويات إيران، مشددا على أن قضايا المنطقة ستحل من خلال الحوار والتعاون والتنسيق البناء المشترك. كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن طيارين من الجيش البريطاني شاركوا على متن طائرات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في ضربات جوية على سوريا كان البرلمان قد عارضها عام 2013. الوزارة أوضحت أن بريطانيا لا تشن ضربات جوية في سوريا، مؤكدة أن لديها برنامجا طويل الأمد للالتزام العسكري مع الحلفاء يتحرك بموجبه عدد صغير من الطاقم العسكري البريطاني تحت قيادة دول حليفة. دارت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني قرب قريتين في محافظة أجري شرق البلاد. الاشتباكات توقفت بعد انسحاب مسلحي حزب العمال إلى الجبال المحيطة، فيما اتخذت القوات التركية إجراءات أمنية مشددة بمساندة الطائرات لمتابعة المسلحين. أعلن المفوض الأوروبي المكلف اليورو أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل عاجل من 7 مليارات يورو إلى اليونان. المبلغ سيصل إلى اليونان بحلول يوم الاثنين وسيكون بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها بانتظار وضع خطة مساعدة محتملة. إلى هذا قرر صندوق الدعم المالي لمنطقة اليورو رسميا بدء محادثات مع اليونان حول ثالث حزمة للإنقاذ المالي. والآن نعود إلى كمال ولمتابعة المسائية. رانا شكرا جزيلا. إذا تحولت المسيرات التي نظمها أنصار الإخوان المسلمين بعد صلاة عيد الفطر المبارك إلى مواجهة مع قوات الأمن المصري، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى بمحافظة الجيزة. تقرير هبة محمود. مختلفا عما كان مأمولا جاء نهار العيد في مناطق مصرية عدة، أقيمت الصلاة من هنا واتجهت الأنظار من هناك إلى بداية تظاهرات إخوانية في الجيزة.
العشرات تجمعوا في محافظة الجيزة ومثلهم في محافظة الإسكندرية. مظاهرات الاحتجاج لم تمر بسلام وهدوء، سرعان ما توترت الأمور وتحولت التظاهرات إلى صدامات مع الشرطة. قتل 6 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأصيب 3 آخرون في هذه الاشتباكات. وبحسب مصدر أمني فإن الأحداث بدأت باشتباك خلال التظاهرة مع قوات الشرطة وأهالي المنطقة. تحولت التظاهرة إذن إلى اشتباك، وتحول الاشتباك إلى ملاحقة في الشوارع الجانبية بهدف ضبط المشاركين في المسيرة. وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عناصر من الإخوان، كما قبضت على أنصار للإخوان خلال فض مسيرتين مشابهتين للجماعة في الإسكندرية. أجهزة الأمن دفعت بتعزيزات إضافية من قوات العمليات الخاصة للسيطرة على الاشتباكات ولمواجهة عناصر الإخوان وتفريق المسيرات المناهضة لقوات الجيش والشرطة وضبط المواجهات التي غيرت صورة العيد في المكان. إذن على طريقه يمضي قطار الأحداث المخلة بالأمن المصري ويستمر، فبعد حادث تدمير زورق للبحرية المصرية قبالة سواحل سيناء شمال رفح والذي تبناه داعش وأدى إلى مقتل طاقم الزورق، حادث أمني آخر في الجيزة إذ انفجرت قنبلة تم زرعها أمام سينما بمنطقة الهرم. الحادث تسبب بإصابة شخصين وبإخلال أمني في المنطقة استدعى قوات الأمن للتحقيق فيه، ما يترك باب الحوادث الأمنية في مصر بين حالتين، لا هو مفتوح على مصراعيه ولا هو موصد بإحكام. لمناقشة هذه التطورات فيما يخص الأحداث الأمنية في مصر معي الآن مباشرة من القاهرة رئيس حزب فرسان مصر اللواء عبد الرافع درويش، كما ينضم إلينا أيضا الكاتب والصحفي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ سامح عيد. أستاذ سامح عيد، اسمح لي أبدأ معك من توصيف بيان حركة الإخوان المسلمين لما جرى صباح هذا اليوم في مصر، بأن هذا حسب البيان يدل على حجم تجذر حركة الإخوان المسلمين في المجتمع المصري وحجم الالتفاف الجماهيري حول هذه الحركة في مصر. هل فعلا الأعداد كما نشرت، الوقائع كما نقلتها وسائل إعلام مصرية وعالمية، تدل فعلا على النتيجة التي توصل إليها بيان حركة الإخوان؟ من المؤكد أن المظاهرات في الستة أشهر الماضية قد خفتت بشكل ملحوظ، ربما كانت قليلة في المطرية أو في عين شمس بأعداد قليلة بعد صلاة الجمعة، ولكن أعتقد أن اليوم هي أكبر أعداد ربما تواجدت وفي أكثر عدد من الأماكن بخلاف المرات السابقة. إسكندرية كانت ربما المظاهرات توقفت فيها في الأشهر الماضية، أول مرة الإسكندرية تظهر في الساحة مرة أخرى، أيضا الجيزة سواء ناهية أو الهرم، ووصول هذه الصدمات إلى حرب شوارع ووقوع ضحايا، أعتقد لم يحدث هذا في الستة أشهر الماضية. ربما هذا دفع الإخوان المسلمين خلال موقعهم، لأن هم دعوا إلى كلمة انزل وشيروها، عملوا لها هاشتاج على تويتر من عدة أيام، ربما أول نداء يتم الالتزام به بشكل ما. طبعا هي الأعداد ليست كبيرة بالآلاف، ولكن مجرد وجود مئات من الشباب اللي احنا شفناهم في التقرير، شاب 16 سنة و17 سنة. طب استاذ سامح، من اليوم استمعنا او تابعنا الى وجهتي نظر فيما يتعلق بالنزول الى الشارع، يعني نزول حركة الإخوان المسلمين الى الشارع. وجهة نظر قالت بانه الاعداد ليست كبيرة، لا تتجاوز المئات في كل المناطق التي خرجوا فيها، وهذا يدل على ان جماعة او حركة الإخوان المسلمين قد فقدت قوة الحشد في الشارع والتأثير على الشارع المصري. وجهة النظر الاخرى تقول على العكس، بانه رغم كل الاجراءات الأمنية التي اتخذت وحالة القمع لحركة الإخوان كما يوصفونها او كما وصفها هذا الرأي، رغم كل ذلك استطاعت الحركة ان يكون لها تواجد في بعض المناطق. اي من وجهتي النظر تراها اقرب الى الواقع او حسب وجهة نظرك، حسب تقديرك؟ قولا واحدا استطيع ان اجزم ان الكتله الصلبه من التنظيم لا تنزل الى الشارع منذ ما يزيد عن سنه. الكتله الصلبه اللي هي فوق ال 30 سنه والرتب القديمه في التنظيم لا تنزل، لا يوجد رئيس شعبه ولا مسؤول فرع ولا مسؤول لجنه ينزل الى الشارع الان، ولكن من ينزل الى الشارع هو شاب غير مؤدلج
هو شباب على حواف الجماعة، هو شباب محمل بطاقة سائرية وطاقة انتقامية أكثر منها طاقة مدلجة. أنت بتتكلم عن شاب 16 سنة، يعني ساعة ثورة يناير كان في ثالثة ابتدائي. هذا الشاب الصغير قدرة الجماعة على الحشد عن طريق مواقع الفيسبوك والميديا بشكل عام، أعتقد أنه ربما هو الأكثر في الشهور الماضية، لأن بعد الصدمات الأمنية المتعددة كان النزول الشارع ضعيفا. زي ما قلت، هؤلاء المجموعات هي ليست مجموعات مؤدلجة، لا نستطيع أن نقول أنها عضوية عاملة وحتى منتسبة داخل التنظيم، ولكنهم على حواف التنظيم ومعملين محافظين. طب تسمح لنا أستاذ سامح أكثر من أن نأخذ أيضا تقديرات سيادة اللواء عبد الرافع. سيادة اللواء، تقديرك لما جرى من نزول إلى الشارع تزامن مع أحداث أمنية، يعني هناك تفجير أمام سينما في منطقة الهرم، كان هناك أحداث أمنية سبقتها كما تعرف قبالة سواحل رفح، وفي منطقة سيناء أيضا اغتيال النائب العام المصري السيد هشام بركات، غيرها من الأحداث الأخرى. هل نتحدث عن بداية لمرحلة جديدة من العنف في الشارع المصري، أم أن ما جرى مرتبط بالوقت، يعني أن هناك أول أيام العيد وهناك صلاة العيد، وبالتالي هذه فرصة لحركة الإخوان لتعبر عن نفسها في الشارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للحاصل النهاردة، ده يعني مصورين والإعلام على أنه أحجام كبيرة جدا. أنت لو بصيت للأحجام اللي موجودة كلها أحجام صغيرة لا تدل على حشد، لأن الإخوان المسلمين يعني قادرين على حاجة، ثلاث حاجات: التنظيم والحشد والتمويل. الثلاثة دول هم قادرين فيهم، لأن طبعا التنظيم الدولي بيتابعهم، التنظيم الدولي بيديهم. هما بينتهزوا فرصة حاجة تانية خالص، وهي البطالة. الشباب النهاردة مهمش لأنه في بطالة كتيرة مش شغال. الشباب ده بيغسلوا دماغه ببساطة شديدة جدا، لأن الخطاب الديني مش موجود في الكنيسة والأزهر على مستوى كبير. في نفس الوقت البطالة عامل كبير جدا له تأثير، لأن طبعا إذا فكرت العقول، إذا شبعت البطون فكرت العقول، إنما لما ما بيكونش بطنه شبعانة فما بيفكرش، فبيغسل له دماغه وبيديله مثلا 50 جنيه وبيقول له خد القنبلة دي وحطها تحت المحول الكهرباء اللي موجود. لو احنا بصينا لها من زاوية تانية وجبنا الشاب ده وادينا له 1200 جنيه علشان يحمي هذا المولد أو هذا المحول، هيقف يحميه. فالقصة نفسها تجنيد ناس صغيرة في السن بيقدر قادر على غسل دماغهم، البطاله طبعا موجوده عندهم، غير قادرين على الكسب، وبالتالي لكن سياده اللواء حسب وجهه نظرك يحشدوه. تعتبر ذلك البدايه او بدايه دخول مصر مرحله جديده، ام هي مجرد؟ لا، هو احنا دخلناها خلاص. نعم، يعني مصر دخلت مرحله العنف خلاص، لان احنا بما أن سياده اللواء مصر دخلت مرحله العنف، هل تعتقد ان هناك ثمه رابط بين موقف حركه الاخوان المسلمين وتحركها في الشارع ودعوتها للتحرك بالشارع وبين ما يجري من عمليات ارهابيه داخل مصر؟ طبعا هم اساس العمليات الارهابيه الاخوان المسلمين، لان الاخوان المسلمين دلوقتي ده تنظيم دولي اتصرف عليه 45 مليار دولار من امريكا، وده صهيوني امريكي هذا التنظيم، على اساس ان هو يحط الاخوان المسلمين او يعني هم بيقولوا عليهم السنه، بيقولوا انما هم اساسا الاخوان المسلمين بيحسوا انه ما يضعهم في الحكم في الربيع العربي اللي حصل. الربيع العربي اللي حصل دلوقتي احنا شايفين اتهد بواسطه الجيش المصري، بواسطه يعني اللي انا بعتبره هدايه من عند ربنا، انقاذ للشعب المصري الفريق عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت، وهو ده اللي بوظ التخطيط بتاع امريكا. طبعا امريكا لما صرفت الفلوس دي كلها عشان تعمل حاجه اسمها الهلال السني ضد الهلال الشيعي، وقلبوها دلوقتي بقت معركه عقائديه، الشيعة ضد السنة، بعد ما كانت الأول يعني ضد الحكومة وضد، لا بقت دلوقتي حاجة دينية. الحاجة الثالثة ان احنا ما بنتفرج دلوقتي، اتفضل فندم. نعم، طب انا اريد ان اخذ، طيب اريد ان اسال الاستاذ سامح عيد. انا لسه ما كملتش اصلا، انا طيب لسه ما كملتش. تفضل. انا بقول دلوقتي بالنسبة للي حاصل، التنظيم الدولي لإخوان المسلمين بيبدأ دلوقتي بيبص كل الفلوس بتاعته وكل قوته علشان ينهش في الجيش المصري وفي الشرطة المصرية، وده بيسمى حرب الجيل الرابع من الحروب، اللي هو تفتيت الجيش والشرطة من الداخل. النهاردة الظاهرة الكويسة اللي حصلت في المظاهرات دي كلها،
ان الشعب مع الشرطة النهاردة هم اللي بيتضامنوا علشان يقبضوا على التنظيم. طيب بأول إذا كنت نهيت الفكرة أستاذ لواء، أريد أن أخذ رأي الأستاذ سامح عيد إذا سمحت لي في موضوع الربط بين حركة الأخوان المسلمين كحركة سياسية تطالب بعودة الرئيس محمد مرسي أو عودة الشرعية كما تقول الجماعة في بياناتها، وبين العمليات الإرهابية التي تحصل. أستاذ سامح، توافق على الرأي بأن هناك فعلا دمج أو يصعب الفصل بين حركة الإخوان وما تقوم به في الشارع، وبين تفجير مثلا مبنى القنصلية الإيطالية، اغتيال النائب العام المصري السيد هشام بركات، أو حتى استهداف الفرقاط المصرية في ساحل رفح؟ هذا كله مربوط ببعضه أم أنه فعلا هناك عملية فصل وأن هناك مجموعات منفصلة لها أهداف مختلفة في مصر؟ من المؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تصبح سياسية فقط، خاصة بعد 30/6، وربما تحول جزء منها أيا كانت نسبته إلى العنف بشكل نوعي أو بشكل أو بآخر، ولكن أيضا من الصعب الربط التنظيمي ما بين ما يسمى بيت المقدس اللي هو يعتبر الجيل الرابع للقاعدة أو أجناد مصر أو ولاية سيناء كما يسمونها، لأنها مجموعات أكثر احترافا، تدربت ربما في أفغانستان جيلها الأول، وبعد ذلك في العراق، وبعد ذلك في مصر، وهي أكثر احترافية وأكثر القدرة على تنفيذ عمليات نوعية. ربما تكون علاقة بينهم تنسيقية على مستويات عليا من خلال أجهزة مخابرات خارجية، لأن من المؤكد أن مصر، أنا تعجبت عندما يقولون أنهم تيقنوا أن هناك دعم خارجي وأن هناك مؤامرات خارجية. كان معلومة منذ فترة طويلة، منذ ثورة يناير، أن هناك مؤامرات كبيرة جدا تدار ضد مصر، ربما لا يريدها حتى بعض الدول العربية، ربما لا تريد أن تكون مصر ضعيفة، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تكون قوية كمصر عبد الناصر. لا يريدون عودة مصر عبد الناصر مرة أخرى، ويريدون لا، وفي نفس الوقت لا يريدون أن تجوع. ولكن في نفس الوقت هناك عمليات تنسيقية ربما ما، ربما تديرها أجهزة مخابرات. أيضا الموضوع خرج عن سلطة جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم دولي، أنها أصبحت واقعة تحت وصاية أجهزة المخابرات والدعم المالي والمظلة المالية والمظلة السياسية التي تظللها في الخارج، ولذلك أصبح ليس من قرارها المنفرد. لا لا، لطلب تفسير أستاذ سامح إذا سمحت لي، يعني التزامن الذي يحصل بين ما تعلنه ما يعلنه تنظيم داعش في سيناء أو تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش الذي بايع داعش، وبين التفجيرات مجهولة المصدر، وبين التحرك لحركة الإخوان المسلمين، هل يمكن أن نجد تفسير لهذا التزامن في التحرك في الداخل المصري في آن معا؟ الأهداف واحدة. نحن لا ننسى أن هناك تحالف ما يسمى دعم الشرعية، اللي كان عدة أحزاب إسلامية من ضمنها الجماعة الإسلامية، والجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد كما نعلم هو امتداد القاعدة أو هو أيضا فرع القاعدة في مصر. فمن المؤكد أنهم كلهم تضرروا في 30/6، لأن 30/6 لم يكن موجها للإخوان المسلمين فقط، ولكن كان موجه للتحالف بشكل كبير. نحن نعلم منصة رابعة خرج عليها الجماعة الإسلامية وخرجت عليها السلفية الجهادية، وهذه التنظيمات الآن في تحالف ضمني وتحالف نفسي وتحالف عسكري ايضا. فمن المؤكد ان 30/6 يمثل للجميع حدثا مهما. ايضا من المؤكد ان الكل يريد الاضرار بالدوله المصريه، الدوله المصريه داخله على مشروع اقتصادي كبير في 6/8، من المؤكد ان هذا وقت مناسب للاضرار بسمعه مصر عالميا، فربما تكون الاهداف مشتركه، ولكن انا استطيع ان نقول ان هناك علاقه تنظيميه واضحه، او ان كيان تنظيمي واحد. من المؤكد ان هذه كيانات تنظيميه منفصله، وكان بينهم عداء شديد جدا في فتره لاحقه. ارجو ان تبقى معي استاذ سامح، وايضا ان يبقى معي سياده اللواء عبد الرافع درويش. ايضا بالنسبه لاعمال العنف التي حصلت في مصر مؤخرا تعكس تحولا نوعيا في اسلوب القتل والتفجير، تقرير غراسيا بيطار. سلسلة الخروقات الأمنية التي شهدتها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة تحمل وللمفارقة بصمة مشتركة واحدة، المزيد من التنظيم والدقة والتحول النوعي في أسلوب القتل والتفجير. البصمات التي تتركها المجموعات المسلحة تنم عن تدريب منظم لعناصرها والمزيد من مؤشرات التمويل، في ظل تقاطع المعلومات عن أن الحدود المصرية الليبية تلعب دور المسهل لناحية تمرير الأسلحة والمسلحات المسلحين والمال والمدربين عبر مصادر خارجية عديدة ومنوعة. وفي هذا الإطار يقول مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط محمد الزيات إن ما من دولة في العالم تسيطر بالكامل على حدودها.
رسالة العنف الأخيرة في هذا المسلسل وصلت عبر البحر إلى مصر، فتم استهداف الزورق العسكري بصاروخ موجه، وصف الهجوم بغير المسبوق. قبله في المدة الأخيرة احتشدت الخروقات الأمنية من هجمات سيناء، حيث تم استهداف 15 نقطة أمنية في وقت واحد، واللافت استخدام صواريخ موجهة للمرة الأولى في هذه العمليات. وفي السياق، استهدف الإرهاب أيضا القضاء المصري، فاغتيل النائب العام بعبوة ناسفة، وفاضت التساؤلات الكثيرة حول كمية المتفجرات الكبيرة المستخدمة ونوعها والدقة في متابعة العملية والمراقبة لشخصية تتمتع بحراسة أمنية فائقة الشدة. المراقبون عدوا هذه العملية الضربة الأكبر للسلطة المصرية، كون هشام بركات يعد المسؤول الحكومي الأرفع شأنا الذي يتم اغتياله منذ عزل محمد مرسي. أما قلب العاصمة الذي يضج بالانتشار الأمني الكثيف فلم يسلم من الرسائل المتفجرة المدروسة، فاستهدف المركز الثقافي الإيطالي في خرق أمني لمقر أجنبي في قلب القاهرة. عودة من جديد إلى ضيفي في القاهرة، ونأخذ رأي أيضا سيادة اللواء عبد الرافع درويش بالتساؤل سيادة اللواء حول القدرات النوعية الجديدة للتنظيمات الإرهابية التي تقوم أو تتواجد حاليا في مصر. استهداف الفرقات المصرية قبال سواحل الرفع، هل هو مؤشر على أن هذه الجماعات أصبحت لديها إمكانيات متطورة سيادة اللواء؟ هو مش من دلوقتي بس، ده هي من قبل كده عندهم الأسلحة دي، ويمكن احنا اتكلمنا في هذا الموضوع ايام معمر القذافي، وقلنا في تسليح بيتم تهريبه من اقصى الغرب لاقصى الشرق، وتم ضبط 1,000,000 قطعة سلاح، ده معناه ان 10,000,000 قطعة سلاح تهربوا. من ضمن الحاجات اللي تهربت صواريخ ارض ارض، صواريخ ارض جو، من في طبعاً تدريب على للناس دي من على اعلى المستويات. وبعدين احنا عمالين بنبص بنقول مصر يعني كانها مصر دوله ضعيفه ومش قادره على الارهاب. انت بتتكلم على هشام بركات النائب العام، طب ما كلمتوش ليه على جون كينيدي رئيس جمهوريه؟ ما كلمتوش على ادوارد كينيدي ليه؟ الاغتيالات بالارهاب في كل دول العالم موجوده، فانت لما تيجي تتكلم على اغتيال شخصيه معينه دي ما هيش معجزه وحصلت عندنا في مصر، لا، ما حصلت في كل دول العالم برئيس جمهوريه واتضرب ومات. فالقصه اللي على الارهاب ما هيش جديده، الارهاب هو بس اللي دلوقتي التطور النوعي في التدريب والتسليح اللي هو موجود على اعلى مستوى، تسليح الجيش اللي معاه، والتسليح الجيش ده المفروض لما بنيجي نقول اي خلايا ارهابيه المفروض الشرطه هي اللي بتقاومها مش الجيش اللي بيقاومها. الجيش بيضرب جيش زيه، الجيش ده بيبقى عنده معلومات، عنده استطلاع، عنده ميزان القوة، ده معروف، ده عنده ايه، ده عنده، انما دي خلايا مش معروفة، خلايا طالعة من تحت الارض. هذه الخلايا يعني انا افهم من كلامك سيادة اللواء التدريب ده افهم من كلامك فقط بين قوسين حول موضوع اغتيال النائب العام المصري، هو خبر يعني من ضمن هذا الملف الذي نتحدث عنه، لو كنا موجودين في زمن كينيدي لكنا وضعنا تقرير حول اغتيال كينيدي. ولكن فيما يتعلق بهذه القدرات، انا فهمت منك سيادة اللواء بانه هذه القدرات موجوده لدى الجماعات الارهابيه التي تعمل في مصر منذ زمن طويل، وانه هذه العمليات التي جرت الان لا تدل على تطور، لا تدل على شيء جديد في هذا العمليه. لا، هو في تطور اللي انا ما فيش تطور، في تطور دلوقتي في تسليح، نوعية التسليح ونوعية التدريب، زائد الإمكانيات بتاعة الإخوان المسلمين أو الجماعة التنظيم الدولي الإخوان المسلمين، داعش اللي هو الدولة الإسلامية في العراق والشام، دالم اللي هو الدولة الإسلامية في ليبيا ومصر، ده كل ده موجود كان الأول اصطدام نظام اضرب واجري أو اضرب واهرب، دلوقتي لا، ده هم دلوقتي بيحتلوا، بيحاولوا يحتلوا أراضي ويعلنوا عليها الدولة الإسلامية بتاعتهم، بدليل اللي بيحصل في سوريا وفي العراق، وبالتالي كانوا عاوزين يعملوا نفس اللي حصل هناك في سوريا وفي العراق عندنا هنا في مصر، من هم يعلنوا الإمارة الإسلامية داخل سيناء وعاصمتها القدس. فلازم نفهم التخطيط ايه والتنظيم. طيب ايه الى ماذا يمكن ان نرجع سيادة اللواء هذا التطور للتسليح للجماعات داخل مصر؟ يعني هل هو تأثير الفوضى الحاصلة في دول الجوار؟ هل ليبيا تؤثر بشكل اساسي؟ هل هناك قرار حضرتك هناك قرار اقليمي سيادة اللواء؟ هناك دول تدعم؟ يعني ما هي الاسباب؟ قرار اقليمي انا اقول لحضرتك، يعني في 2002 اما جه كان معمر القذافي، اسف، ياسر عرفات، وكان بيتفاوض مع يهود باراك، كانوا بيتفاوضوا على الارض، يعني تبادل الاراضي، صحيح، فمن الضفه الغربيه علشان ياخدوا قصادها في صحراء النقب، وقفوا على 2% واكادوا ان هم يخلصوا القصه.
جم على موضوع القدس قال لهم ياسر عرفات القدس مش بتاعت ياسر عرفات، القدس بتاعت رؤساء الدول العربية بالكامل. فجم رؤساء أمريكا قالت احنا هنتفاهم مع رؤساء الدول العربية بالكامل. خد رؤساء الدول العربية بالكامل وافقوا على ان الإدارة فلسطينية والإشراف إسرائيلي، وكل رؤساء الدول العربية وافقوا ما عدا حسن مبارك قال لا، الإدارة والإشراف فلسطيني 100%. من هذا التاريخ تم عمل عملية إكس على حسن مبارك، ولازم يتشال من المشهد، ولازم الجيش المصري يتضرب من جواه لضمان أمن إسرائيل لمدة 100 سنة. ده المخطط، لازم نفهمه. الأدوات اللي هي بتستعمل دي لتنفيذ هذا المخطط، المخطط ده مش سهل. المخطط اللي هو الجيل الرابع من الحرب، وهو ضرب الدولة من الداخل في مفاصلها، في الجيش، في الشرطة، في، ولكن من حظنا الكويس ان الجيش والشرطة مش عندنا مش عقائديين، الجيش والشرطة من كل بيت مصري، دي نظام وطني فمش حدش هيقدر عليه. طيب ممتاز. استاذ سامح عيد، لفت نظري بيان صادر عن تنظيم الدولة داعش يدعو فيه حركة الإخوان المسلمين في مصر إلى مبايعته. على مستوى هذه الجماعات، هل تعتقد بأنه الأهداف التي يريدون تحقيقها جماعة الإخوان المسلمين جماعة سياسية مصرية شاركت في الحكم في الانتخابات في مجلس النواب إلى آخره، داعش جماعة خارج التاريخ، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تحالف مصلحي بين هذه الجماعات؟ هل تعتقد بأنه إيديولوجيا داعش قد تفرغ أو قد تأخذ تستقطب من القاعدة الجماهيرية لحركة الإخوان المسلمين والمتطرفة منها على وجه التحديد؟ مبدئيا لا نستطيع أن نهوي من حجم الخروقات الأمنية، سواء في اغتيال النائب العام أو حتى ضرب اللانش الموجود في قناة السويس، وأن الجهاز الأمني فعلا ترهل بشكل كبير جدا في عهد حسني مبارك بسبب الفساد وبسبب الوسطة وغيرها. للأسف الشديد الجهاز الأمني لا يريد أن يعترف بأنه في حاجة إلى التطوير وتطوير الأداء والاستعانة بأمور تكنولوجية حديثة. أيضا لا نستطيع أن نقول من الممكن أن يحدث حادث اغتيال، ولكن مشكلة الكشف عنه بسرعة وفي وقت محدد. نحن نعرف أن دبي استطاعت أن عندما قتل أو اغتيل أحد القادة الفلسطينيين من عدة سنوات استطاعت أن تأتي بالقتلة واحدا واحدا، وأيضا عندما قتلت سوزان تميم أيضا استطاعت أن تقدم دلائل قوية على القتل. يعني القضية طبعا في القتل في مشكلة لأنه شخصية عامة. النقطة الثانية أنه بعد القتل لم تستطع الأجهزة الإتيان بدلائل واضحة على مرتكبي هذه الجريمة. أما بخصوص دولة ولاية سيناء وداعش، من المؤكد أن قواعد الجماعة وشباب الجماعة المعبأ بطاقة انتقامية وسائرية، لأنه هو اللي تحمل الفاتورة الأكبر سواء من الضحايا أو من المصابين أو من المسجونين أو أيضا من المفصولين من الجماعات. هذا مؤهل بشكل كبير جدا لممارسة العنف، وربما تريد الكتلة الصلبة من الجماعة بناء على تصريحات غزلان وتصريحات محمود عزت أن تأخذ مسافة ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري، وأن الجناح العسكري ربما إما ينفصل ويكون مجموعات نوعية صغيرة أو يتم تدريبه في الخارج، أو بشكل أو بآخر يتم انتمائه إلى داعش. وأنا أعتقد أن دعوة داعش أو ولاية سيناء ربما ستلقى قبولا لدى جزء أو قطاع من الشباب المعبأ بطاقة انتقامية، وربما يرى في قتل الإخوان المسلمين درجة من درجات الخذلان أو درجة من درجات التفاهم مع النظام السياسي للدولة. كل هذه الأمور ترشح شباب، جزء من شباب الجماعة، سواء لعمل مجموعات نوعية منفصلة أو الانضمام إلى تنظيمات أكثر شراسة أو أكثر قسوة مثل ولاية سيناء أو غيرها من التنظيمات. يعني ربما أيضا يريد قادة الجماعة، يعني هناك احتمال، يعني أفهم من كلامك أستاذ سامح أن هناك احتمال فعلا أن تستفيد داعش أو ولاية سيناء من حالة الغضب أو الاحتقان لدى أنصار حركة الإخوان المسلمين لاستقطابهم، وبالتالي هذا يمكن أن يشكل خطر يتعلق بازدياد حجم هذه الجماعة داخل مصر. من المؤكد وأن كثير من هؤلاء الشباب مؤهلين ليكونوا أمراء جماعة إسلامية في المستقبل وأمراء سلفية جهادية في المستقبل. هم معبئين بطاقة انتقامية كبيرة وطاقة سائرية كبيرة بسبب مجموعة كبيرة جدا من الأكاذيب التي تروج عن طريق الفيسبوك، وأيضا بعض الحقائق، لأن أيضا أحيانا ترتكب الشرطة بعض الأخطاء في الشارع المصري، انهم في النهايه شباب وربما قتل اصدقائهم او اخوانهم في الجهاز الشرطي، فربما ايضا معبئين بطاقه او باخرى. ولذلك لابد من جهاز فني كبير جدا وتوعوي وسياسي يدير المعركه ولا تترك الاجهزه الامنيه وحدها. ما زال الجهاز الامني هو الذي يدير المعركه وحيدا على الارض، لا توجد اجهزه فنيه سياسيه فكريه نقديه
فيها أطباء نفسيين لدراسة الحالة بشكل واضح، معلومات كافية، إصلاحات الرأي العام. الموضوع معقد بشكل كبير جدا، وللأسف الشديد ما زال ضربة عشوائية وارتجالية تهدد المشهد المستقبلي، لأن لابد من رؤية عامة ورؤية استراتيجية لمواجهة الإرهاب ومواجهة هذه التنظيمات على المدى المتوسط والبعيد وليس على المدى القصير. طيب. فقط. اسمح لي سيادة اللواء عبد الرافع أيضا أن نسألك حول موضوع الخيارات السياسية لمصر في ضوء تعرضها للعمليات أو الهجمات الإرهابية. هل نتوقع من القاهرة على سبيل المثال أن تدفع باتجاه تعاون أمني إقليمي لمواجهة داعش؟ هل يمكن أن نرى فتحا للاتصالات مع سوريا على سبيل المثال التي تواجه نفس هذه الجماعات؟ هل سنرى تغيير في الخيارات السياسية المصرية على ما فيما يتعلق بالتعاطي مع الإقليم، دول الجوار، الدول التي تتعرض لمثل هذه العمليات؟ خلينا نقرأ المشهد الأول ونقول اللي احنا شايفينه، مش اللي احنا متوقعينه. ايه اللي احنا شايفينه على الأرض؟ هو الأستاذ محسن بيتكلم بيقول في أخطاء وفي عشوائيات وفي الكلام ده كله في الأمن. ما ينساش الأستاذ محسن ان احنا عندنا الحدود بتاعتنا طويلة جدا مع الشمال الشرقي مع إسرائيل وحماس، مع الجنوب، مع الغرب، مع ليبيا. طبعا دي كل دي عشان تأمن هذه الحدود في منتهى الصعوبة، ما فيش دولة في العالم تقدر تأمن الحدود بتاعتها، بدليل اللي حصل في أمريكا والأبراج بتاع التجارة الخارجية اتضربت قدام العالم كله. ما فيش حاجة اسمها تأمين لكل ده. هو التأمين بيبقى تأمين نوعي وخططي ومستقبلي، بحيث ان هو بيبقى بيحصل فيه عملية توقع anticipation للي ممكن يحصل ايه. النهاردة المشهد ملتبس زي ما انت شايف، ان النهاردة في هجمة شرسة على مصر في حاجتين. هل في شرعية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولا لا؟ طبعا في شرعية بدليل 30/6. هل في عدم شرعية بالنسبة لمحمد مرسي؟ ايوه في عدم شرعية، لان الشعب لما طلع كذا و30 مليون كان قائم على ان في جماعة محظورة نتج عنها حزب ديني والاحزاب الدينية ممنوعة، نتج من الحزب الديني رئيس متآمر على هذا البلد وفي نفس الوقت هارب من السجن وخطط وهرب معلومات الى قطر تضر بامن الدولة. كل ده بنحاول نعالجه. انتوا بتتكلموا في سنة او سنتين في علاج في اللي حصل. اللي حصل ده من سنة 2013 ل 2015، يعني النهاردة المشير السيسي سنة النهاردة في الحكم. السنة في الحكم دي ما نحاسبهوش على توابع 30 او 50 سنة فاتوا. النهاردة اللي احنا فيه كويس قوي ان الجيش لم نفسه، الشرطة لم نفسها. النهارده في ظاهره جديده وهي الشعب متماسك مع الشرطه ومع الجيش، انما عمليه ان في قصور في كل العمليات في العالم في الحرب او في السلم لازم يشوبها قصور. ما فيش عمليه بتنتج 100%، لكن نسب النجاح فيها ايه؟ احنا عندنا نسب نجاح ولا لا؟ ايوه عندنا نسب نجاح. اللي احنا كنا بنشوفه من سنه الضرب والقتل اللي كان موجود لا قل كميته قلت. النهارده اللي بيتكلموا على المظاهرات بتاعت النهارده، من مظاهرات ما هي من سنه كانت فاتت كانت مظاهرات ماليه الشوارع بمناسبه للاخوان، والاخوان كانوا بيدوها الدفع بالمال والكلام ده كله، بيطلعوا الناس وبيحشدوهم، والحشد كان شنيع جدا في كل انحاء مصر. النهارده بقت في حتت معينه او في بؤر معينه. كل ده ناتج عن ان الجيش بدا يسيطر والشرطه بدات تسيطر. طيب. انا معاك الصوره واضحه، مفيش حاجه اسمها طيب. لا في نقطة بس، أنا معاك إن مفيش حاجة اسمها حل أمني فقط، لازم الحل الأمني والحل السياسي والحل الاجتماعي والثلاثة ماشيين في خط واحد. طيب، هذا فيما يتعلق بالأخطاء الأمنية أو ما ذكره ضيفي حول القصور الأمني. فيما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية والأمنية للقاهرة مع على مستوى الإقليم، ويهمني أن أسأل حول العلاقة مع سوريا. لا سيبك من مش هنتكلم على العلاقه مع سوريا ولا العلاقه مع العراق ولا العلاقه مع ايران ولا علاقة، لا احنا مش عاوزين فرد. النهارده في حاجه اسمها الجيوش العربيه، بدا يبقى في حاجه اسمها جيش عربي موحد. صحيح مش كل الدول العربيه دخلت فيه، ولكن الدول العربيه اللي دخلت بقت ملتزمه بمعاهد الدفاع. معاهده الدفاع دي بتنص على ان اي دوله من هذه الدول اللي هي بقوا في حاجه واحده في معاهده دفاع واحد ورؤساء الاركان اجتمعوا بيحطوا الاسس بتاعتها، ده هيبقى من السهل جدا
في تنظيمها من الداخل. هل الدولة دي هتبقى محتاجة ان انا ادخل بقوات برية؟ هل بتعاون جوي؟ هل بتعاون استراتيجي بس؟ هل بتعاون لوجستي بس؟ كل ده لازم بيبقى محطوط لكل دولة لها اعتبارات. مش العملية مش هاب هازارد او عملية يعني مع المشاع ان انا باخد الجيش بتاعه وبحركه في اي اتجاه. لا، هل الجيش اللي موجود هناك ده ظروفه ايه؟ عشان انا مش هدفع بالجيوش العربية وادخلها في حتة ممكن تخلص فيها كلها وتبقى فيها هزيمة منكرة ليها. لا، الكلام ده مش هيبقى كده. الكلام ده لازم يبقى فيه دراسات. الدراسات دي تبقى على الأرض، دراسات استراتيجية بعيدة، ممكن هنوصل لغاية فين، مين الدول اللي دخلت، ايه الإمكانيات اللي موجودة، طب ايه القدرات القتالية بتاعة الإرهاب اللي موجود قدامي، وهل القدرات القتالية بتاعتي تبقى أعلى منه ولا لا، قدرات التدميرية بتاعتي تبقى أعلى منه ولا لا، قدرات التشكيل تبقى اعلى منه ولا لا. هو ده الاساس. طيب، اللي احنا بنحط له دلوقتي. سمحني كدول عربيه، اسمح لي اختم مع الاستاذ سامح عيد حول مستقبل مثل هذه التحركات. عندما نقرا استاذ سامح في ادبيات او في ايديولوجيا الجماعات المتطرفه والتي منها ما يقاتل حاليا او ما يشنها الجماعات الارهابيه حاليا في مصر، نجد ان هناك مراحل لعمل هذه الجماعات: مرحله الشوكه والنكايه، مرحله اداره التوحش، مرحله السيطره على الجغرافيا، او بدايه بناء الدوله. هل ترى بانه هذه المجموعات يمكن ان تطبق على هذه المراحل؟ يعني نحن في مصر بمرحله الشوكه والنكايه في من خلال هذه العمليات تمهيدا لمرحله اداره التوحش، اي خلق فوضى في بعض المناطق المصريه تستفيد من هذه الجماعات. يعني المراحل موجودة بشكل أو بآخر، وفعلا مصر موضوعة في النكاية والإنهاك، ولكن أيضا هم يعرفون أن مصر لن تصل إلى مرحلة إدارة التوحش. ولكن إن كانوا لا يستطيعون أن تصل مصر إلى مرحلة إدارة التوحش أو هي الفوضى، لأن لا توجد فيها طائفية بشكل أو بآخر، ولكن من المؤكد أنهم يرغبون في أن تظل في مرحلة النكاية والإنهاك ألا تصلب طولها وتكون قوية وقادرة على ردع دول الجوار. إذا ظلت في مرحلة النكاية والإنهاك لن تستطيع أن تدخل في ليبيا بقوة أو في اليمن بقوة. ولكن أيضا على مستوى الإقليمي أنا أعتقد أن مصر عليها دور كبير جدا في امتصاص الأبعاد الطائفية وألا تنساق لأي حروب طائفية في المنطقة. وأعتقد أن القيادة السياسية في مصر أعلنت بشكل واضح أن الملف اليمني يحتاج إلى الحوار وليس إلى الدخول البري، ورفضت بشكل واضح دخول قوات برية إلى اليمن. وأعتقد أيضا أنها في حاجة إلى رفع الفتور في علاقتها مع إيران بعد اتفاق ليلة القدر بين إيران وأمريكا وأصبحت واحدة اقتصاديا. من المؤكد أن الجلوس على مائدة الحوار مع كل هذه الدول وامتصاص الحالة الطائفية بشكل كبير جدا، لأن المنطقة داخلة على مرحلة خطر جدا، بالذات منطقة الخليج بعد تفجيرات مساجد شيعية في السعودية وأيضا في الرياض. هذه المنطقة أصبحت على صفيح ساخن. لو لم يتم استيعاب هذا الصراع الطائفي والجلوس على مائدة الحوار لامتصاص هذه الصراعات المترامية الأطراف في العالم العربي كله، فنحن داخلين على مرحلة خطر جدا. المنطقة كلها على صفيح ساخن. لابد أن ننظر إلى الأمور الإقليمية بالإضافة إلى الأمور الداخلية أيضا، لا نستطيع أن نحصل في الداخل ونترك الخارج. أشكرك جزيل الشكر وعذرا على المقاطعة، الكاتب والصحفي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ سامح عيد، كنت معنا مباشرة من القاهرة. ومن القاهرة أيضا كل الشكر لسيد اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء. مجددا حياكم الله. رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد لقائهما في البيت الأبيض. الاتفاق النووي والتعاون الأمني من أبرز القضايا التي كانت مدار بحث بينهما. زيارة الجبير هذه استبقت جولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المقررة على منطقة الخليج مطلع آب أغسطس المقبل، وأخرى سيقوم بها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر لمنطقة الشرق الأوسط. رسائل أوباما لطمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة إزاء الاتفاق النووي الإيراني يبدو أنها لم تقنع البعض. المملكة العربية السعودية أوفدت وزير خارجيتها عادل الجبير إلى الولايات المتحدة قبل أيام من موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على الاتفاق مع إيران. إيران وملفها النووي حضر في حوار الجبير مع المسؤولين الأمريكيين. الرجل جاء ليبحث في البيت الأبيض عن تطمينات يعود بها إلى بلاده، تطمينات تضمن الإبقاء على الدور السعودي في أزمات المنطقة لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي. مساعي الجبير هدفت إلى تخفيف الاندفاع الأمريكي نحو إيران لاعتباره أولوية أخرى لدى الرياض التي سعى سفيرها السابق لدى واشنطن للتحذير من دور طهران في القضية السورية والأزمة في اليمن.
لكنه يعلم أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة إلى الاعتماد على دور إيراني أكبر في الحلول الإقليمية، وهذا الدور قد يدفع المشاريع السعودية تجاه قضايا المنطقة إلى التراجع. أوباما وكيري وطاقمهم يدركون أن ثمة قلقا سعوديا من الدور الإيراني في الإقليم، لكن محاربة الإرهاب وتنامي القاعدة في اليمن باتا أولوية لدى واشنطن على الأقل في الوقت الراهن، لما يشكله هذا التهديد من مخاطر على المصالح الأمريكية في المنطقة هناك. غير أن الولايات المتحدة التي ما برحت تقول إن السعودية حليف استراتيجي، قد تمنح الرياض في هذين الملفين فرصة لإثبات قدرتها على التعامل بموضوعية مع قضايا المنطقة بعد المتغيرات التي جرت، خصوصا في الملف النووي الإيراني. ولعل واشنطن أسمعت حليفتها بعض التطمينات، ولا سيما عندما قالت إن الخيار العسكري لا يزال حاضرا في التعامل مع إيران، لكنها تعتمد الخيار الدبلوماسي أولا. لمناقشة هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية السعودية إلى واشنطن بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والغرب، معي الآن مباشرة من واشنطن السفير الأمريكي السابق في السعودية السيد جيمس سميث، كما ينضم إلينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. أبدأ معك سيد جيمس سميث، بتقديرك ما الذي استدعى عدم انتظار الرياض لزيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة، وأيضا الزيارة المرتقبة لأشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي لشرح الموقف الأمريكي من التوقيع على اتفاقية مع إيران، واستعجلت الرياض للذهاب فورا إلى واشنطن؟ ما الذي استدعى هذا الاستعجال؟ بداية يسرني أن أكون معكم ولكل الأصدقاء، أتمنى لكم عيدا مباركا. من الروتيني أن يتم إرسال المبعوثين بين هذا البلد وذاك، ووزير الخارجية الجبير كما ذكرتم وتعرفون لديه الكثير من الأصدقاء في واشنطن، وبالتالي من المنطقي بالنسبة إليه أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يتناقش مع النظراء في الإدارة الأمريكية مسائل مختلفة متعلقة بمواضيع سياسية، إلى جانب الخوض في نقاش أوسع يتعلق بالاستقرار في المنطقة. بالتالي هذه زيارة ملائمة ولا شائبة فيها. طيب، لكن هذا سيد سميث أعطى انطباع بأن هناك ثمة شيء عاجل، لأن هناك مواعيد قد قررت، مواعيد قد ضربت تتعلق بالنقاش الأمريكي السعودي أو حتى الأمريكي الخليجي حول الاتفاق النووي. الزيارة أعطت انطباع بأن شيئا عاجلا قد تم. توجد بعض الأمور ربما الطارئة أو الملحة، لكن ليس في السياق الذي نفكر به. يجب أن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لا سفير لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما من أحد في هكذا مستوى رسمي لكي يتناقش ويتحاور مع الإدارة الأمريكية، لذلك من المنطقي أن يأتي وزير الخارجية. إضافة إلى ذلك توجد قضايا ثلاث أتخيل أن السعودية ترغب بالحصول على بعض التطمينات بشأنها. بداية، الاتفاق النووي هل هو قابل للتطبيق؟ وهذا نقاش فني تقني يتعلق بتفاصيل إنفاذ الاتفاق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المسألة الثانية، الحكومة السعودية تتساءل هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية الإرادة الكافية لكي تحرص على إنفاذ هذا الاتفاق؟ ففي نهاية المطاف نحن ضمن مجموعة 5+1، المطلوب منا أن نحرص على ضمان ذلك. وقال رئيسنا أن إيران لن تستحوذ على السلاح النووي، والحكومة السعودية ترغب بالحصول على ضمانات بهذا الشأن، أي أننا لن نسمح بحصول ذلك يوما. والقضية الثالثة التي أعتقد أن حكومة السعودية ترغب أن تتناقش فيها هي التالية، إذا ما وضعنا الصفقة النووية جانبا، كيف سنتعاطى مع إيران لكي نثنيها عن استراتيجيتها التي تبث من خلالها انعدام الاستقرار في المنطقة، وكيف يمكن أن نعمل معها ربما لكي نبعدها عن هذه الاستراتيجية وندخل بعض الاستقرار إلى المنطقة؟ طيب أستاذ سليمان العقيلي، أسعد الله مساءك، ومباشرة أبدأ معك من الحديث عما تريده الرياض، أو ماذا ستقوله الرياض بتقديرك في واشنطن من خلال هذه الزيارة؟ أولا أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام، حياك الله، وأتقدم بالتهنئة بعيد الفطر المبارك للمسلمين الجميع.
وبالنسبة للسؤال، أعتقد أنه ليس أن زيارة الوزير الخارجية السعودي لواشنطن ومقابلة لوزير الخارجية تم للرئيس ليس بحرص وقلق سعودي فقط، وإنما أنا أتوقع أن ذلك تم الاتفاق عليه بين الملك سلمان والرئيس أوباما خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما قبل عدة أيام. وأعتقد أن التفاصيل تركت لوزير الخارجية السعودي ليناقشها مع الرئيس نظرا لأهميتها الاستراتيجية وعدم القدرة على الخوض فيها. وهذا ما أريد استيضاحه أستاذ سليمان من خلال وجهة نظرك طبعا وتحليلك، لأن لا أحد يعرف ما الذي دار يعني في واشنطن، ولكن عندما يتم توقيع الاتفاق تماما، يعني الاتفاق تم أصبح أمر واقع، وتذهب السعودية أو الدبلوماسية السعودية المعترضة على هذا الاتفاق والقلقة منه إلى واشنطن القوة الكبرى التي وقعت هذا الاتفاق، ماذا يمكن أن تقول السعودية؟ ستقول اتفاق وقع، وبالتالي من المنطق أن تقول السعودية نريد كذا وكذا وكذا من واشنطن، أليس كذلك؟ ما هو المتوقع أن هذه الفراغات التي ذكرتها أنا ملأتها السعودية بماذا؟ لا أعتقد أن التأسيس على هذه الفكرة غير دقيق. أنا أعتقد أن الاتفاق النووي لا تعارضه السعودية ولا ترحب، بمعنى أنه يعني موضوع من ضمن الموضوعات التأسيسية ربما للأحداث التي ستقع بعد ذلك. والمخاوف السعودية في الواقع والخليجية ربما أن ما هو لما وراء لما بعد، لأن هناك يعني قناعة راسخة في الخليج وفي المنطقة العربية بأن لإيران أعمال مثيرة للإضطراب، على أقل تقدير هذا يمكن قول هذا الوقت. وهذه الأعمال الهدامة في رأي الخليجيين إذا يعني ينبغي أن يكون للولايات المتحدة موقف منها إذا أرادت أن تكون أن تستمر التحالف التاريخي بين واشنطن والعواصم الخليج أو الخليج. تمام. وأعتقد أن الرياض تريد التأكد من أن الاتفاق النووي لا يؤدي إلى شراكة أمريكية إيرانية تغطي أعمال إيران المثيرة للقلق والمثيرة للاضطراب في المنطقة، تغطيها سياسيا. ثانيا، تريد المملكة العربية السعودية أن يكون هناك موقف غربي وأمريكي بالذات من التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، ولذلك فالخلاف الآن هو حول مدى علاقة واشنطن مع طهران ومدى ما يمكن أن ينتج من هذه العلاقة من تواطؤ مع أعمال إيران الهدامة. هذه أصبحت الأفكار واضحة. سيد سميث في واشنطن ضيفي الأستاذ سليمان العقيلي عبر عما تريده السعودية بشكل مختصر واضح ومكثف. السعودية تريد التأكد من عدم حصول شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو تفاهمات ثنائية على ملفات ساخنة في المنطقة، هذا أولوية بالنسبة للسعودية كما ذكر ضيفي، وتريد أيضا موقف واضح من واشنطن فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية أو ما تسميه السعودية التدخلات الإيرانية في المنطقة. بالتالي هل يمكن لواشنطن أن تعطي مثل هذه الوعود؟ هل يمكن أصلا أن نقول بأن توقيع الاتفاق هو بداية شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ أم أن أمريكا لا تستطيع أن تذهب بعيدا مع إيران لأن هناك معترضين من الحلفاء سواء كان هؤلاء الحلفاء السعودية أو إسرائيل؟ في الواقع من الصعب جدا أن نتخيل حاليا تقاربا مع إيران، لكن على الرغم من ذلك إذا ما تمكنا من
إشراك إيران في حوار حول مدامك الاستقرار في المنطقة ففي ذلك فائدة حقيقية. العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي أقل أهمية كما أعتقد من العلاقة التي تقوم حاليا بين السعودية وإيران. وبالتالي على مر السنة أو السنتين المقبلتين في حال تمكننا من إطلاق قافلة المحادثات بين القوتين العظمتين الأهم في المنطقة حول كيفية إعادة تحقيق الاستقرار في المنطقة، فنعرف مثلا أن داعش هي وليدة السياسة الخارجية الغير الرشيدة، أرادوا أن يظهروا أن لا استقرار من دون إيران. بكل حال أنا لن أقلق مثلا من أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن صديق لكي تبني علاقة مع إيران، هذا لن يحدث، لكن ذلك لا يعني أنه يجدر بنا ألا نحاول وأن نشرك إيران خدمة لمصلحة الاستقرار في المنطقة. طيب سيد سميث، الوعود التي يمكن أن تقدمها واشنطن أو الالتزامات لطمأنة الحلفاء في الخليج وطمأنة الحليف السعودي، هي وعود شفهية، التزامات شفهية، هل يمكن أكثر من ذلك؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك التزامات أكثر لطمأنة هذه الدول؟ وبالمقابل هذه التزامات شفهية مقابلها توقيع عملي، يعني إيران سوف يفرج عن 150 مليار، سوف تستطيع تصدير نفطها، يعني هناك إجراءات عملية تنتج عن الاتفاق النووي مقابل وعود شفهية للدول الخليجية، هكذا الصورة؟ لا، في الواقع الكثير من أصدقائي السعوديين ومن أصدقائي في الحكومة يذكروني دائما أن الأصدقاء الحقيقيين نزهاء وصادقون، وأتوقع أن أي نقاش يدور بين وزير خارجية السعودي ونظيره الأمريكي أو الرئيس الأمريكي هو نقاش يأتي في سياق العلاقة التاريخية. وما يجب أن نفهمه هو أن أحدا منا لا يعرف حقا ما يدور في بال القائد الأعلى خامنئي. من جهة قد نشهد على غياب حقيقي للنوايا الإيرانية ولن تحترم إيران الاتفاق وسيستخدمون المال لأغراضهم الخاصة، هذا رأي متطرف. والرأي المتطرف الآخر يقول ما فعلوه منذ العام 1979 لم يجدي نفعا، فقد ربما اقتنعوا أن الوقت قد حان لكي ينتهجوا نهجا مختلفا. انطلاقا من أن هذا الرأي قد يكون خيارا قابلا للتطبيق، لابد وأن نراقب أفعال إيران خلال الأشهر الستة المقبلة لتطبيق الاتفاق لنرى ما هي حقيقة النوايا الإيرانية إن كانت إيجابية عندها قدما، وإن لم تكن إيجابية عندها نتأكد من أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه هو قابل للتطبيق بكل أحكامه وأن تكون لنا الإرادة الكافية لتنفيذه. سيد جيمس سميث السفير الأمريكي السابق في السعودية، كنت معنا مباشرة من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل والتقدير لهذا هذه الزيارة. وسؤال أخير للأستاذ سليمان العقيري. أستاذ سليمان، يعني إذا ما رجعنا شكرا جزيلا أستاذ سليمان، إذا ما رجعنا كل التصرفات أو السياسات الأمريكية في المنطقة خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية، سنجد نوع من التباعد بين ما تريده واشنطن وما تريده السعودية، انطلاقا من التدخل العسكري في سوريا، حجم الدعم للجماعات التي تقاتل في سوريا، موضوع التقارب أو توقيع اتفاق مع إيران دون أن تأخذ بالاعتبار مصالح الحلفاء، كل هذا ألا يدفع هذا المملكة للاقتناع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة مختلفة أو لديها استراتيجية مختلفة في المنطقة غير ما تريده الرياض؟ نعم هذا صحيح، ولكن لا يمكن في الواقع لا للولايات المتحدة ولا للمملكة العربية السعودية التملص من علاقة تاريخية ضاربة في القدم، وتدخل في هذه العلاقة مختلفة أنواع النشاطات السياسية والاقتصادية والعلمية والعسكرية وحتى الأمنية والاستخباراتية. هذه علاقة قوية جدا وضخمة جدا،
ومهما كانت الشكوك بين العاصمتين وقد حدث هذا بالفعل خلال العامين الماضيين كما تفضلت وتلبدت سماء العلاقات بين البلدين بالغيوم وتعرضت للحرج عدة مرات، ولكن كما ذكرت لك فإن قوة العلاقات ومتانتها بين البلدين يجعل منهما حريصان على التماسك. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من الرياض.